الوي توحشتك ارواحي من اللي رحتي. لا 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 مو حال عمري ننساك، ننسى الخير والاحزان. وشك تقول حافظ؟ قل لي توش كاين فما. بدينا صار داير بسكوت كاش ولا سبلاش. شوش كاين تما داير صاير في كاش ولا سبلاش لنهار اليوم على المليار سنتي. الوي تبعونا برك بيان سور باش نربحوا ونربحوا جمعيات خيرية ذات طابع بيان سور تطوعي باش نفرحوا في أمين الناس. كل عام، عفوا هذا العام كما على بالكم من ألمع نجوم الفنانين الجزائريين، من ألمع نجوم الرياضيين الجزائريين، من ألمع نجوم التنشيط في كل القنوات. اليوم منين راح نبدا منين راح نخلي تلفت لي نبدا منا أدروات، نبدا بواحد الانسان نحبه بزاف، فنان متألق، خاطري تصفيق على عبد الرحمن. صحيتو، ميرسي ميرسي. الممثل الثاني هو ايضا ممثل ومتالق، والحاجه اللي تعجبني فيه انه ياسوري لو رول تاعو، بصح الاشكال سيكو يدور مع عبد الرحمن يدوروا كيف كيف، بصح هذا اف كات نون ديكلاري وهذا اف كولوار. عطوني تصفيق على فرحات سعدو. من الناس اللي نتأثروا بهم، ومن الناس اللي نحبوهم، ومن الناس اللي أشاك فوا تكون تسمحهم ويواكبوا العصر، هذا ما يكون غير محمد بوليفاس. هيا يا مح، عطوني تصفيقة كبيرة على محمد بوليفا. الهضرة. الإشكال اللي عندي اليوم أنا عبد الرحمن، اسمح لي محمد معليش. معليش. أروح عبد الرحمن أروح فرحة. وي. هاي. وي. أنت هنا وهو هنا. داكور. هاد الزوج البروبليم تاعهم من أعز الأصدقاء، يدوروا كيف كيف. شوفوا السيد كيفاش داير وشوفوا السيد كيفاش داير. فانا نعطيك لا ريبونس اللي هي باسكو الماكله اللي نورمالمون ياكلها هو اني ناكلها انا. في بلاصتو. ايوا عبد الرحمن مرحبا بكم. الله يعيشك. انت الكابيتان ديكيب تاع اليوم تاع ربي يحفظك تاع فرحات بوليفان. لي شرف نكون كابيتان مع محمد بوليفان وفرحات سعدو، ويعطيك الصحه اخويا عمار على الاستضافه. ربي يحفظك. نشكرك. صحه محمد. وي. مرحبا بك. الله يسلمك. الله ستار. مرسي. محمد بوليفان يا ربي يا حباكم. واش معناتها محمد بوليفان وجيت موح؟ جيت اوني لا بور سا يا خويا. مرحبا بك. لا زيد تفضلك. عمار توحشتك خويا، هادي بزاف ما شفتكش. ما نقدر ندير لك والو. لا لا في التلفزيون كيف تزوان. لا ما توحشنيش. توليك مرحبا بك خويا العزيز. بيك وهلا. يعطيك الصحة عمار الاستضافة هذه، وراني فرحان بزاف كي تلاقيت. كاين ناس عندي بزاف ما تلاقيت بهم ثاني، راني تلاقيت بهم. حنا هنا يلزم نربحوا بوكو دارجون، الور ماذا بيا اذا عندكم لا ريبونس روحوا بالدراهم ديالك للبي راكم فريمون تقولوا هذه هي لا ريبونس، اذا ماكوش متاكدين نقسموا المبلغ. سي بون تفاهمين عبد الرحمن؟ ان شاء الله. ان شاء الله. كي نقول لكم واش راهو صاير داير بسكوتش، فنان انيماتور جوار تاع فوت جورناليست قرا معايا
دار ثورة بليدة 09 بدل لها كاع لا فاصون دو بارلي تاعها. كاش اللي ما يحبوش عطوا لي تصفيقة على رحيم بلا يشوفها. الفنانة الثانية قتلتني، قولوا لي علاه. الحاجة اللي عجبتني فيها اليوم قلت لها اسمعي راكي سير، قالت لي سير. جات بالطالون طريق طرك طريق طرك للبير. كان الحاجة اللي تعجبني فيها رغم صغر سنها دارت اسم كبير في الجزائر، يحبوها كبار وصغار. وفوق هذا كاع الانستغرام تاعها طالع وبمحتوى يدخل بيوت الجزائرية. هذه ما تكون غير نوران زغير. علاش بديت نضحك؟ باسكو كي جات داخله تالمو قلت لهم الانستغرام طالع جات داخله. طيحي في البير اختي، عندك العين عندك العين، طيحي في البير. وجدوا روحكم مليح، لا ستار تاع الراي اللي راهو طوندونس في الجزائر، داير حاله في تونس، داير حاله في ليبيا، هذا غير ما يكون نعيطوا له لو تي جي في. علاش؟ باسكو لو تي جي في تاع لا شونسون راي الوي توحشتك وين راكي هشام تيفي. توقف لي قلبك على ليكيب خاص طيحت لي الطفله دوك زيد هذاك ما يصرالو. اي واش خويا صافا العزيز راك مليح رحيم؟ الحمد لله. بون اليوم جينا ديت ليكيب تاعي ستاج، ديتهم لافريك تحت ربطنا اونطينينا اونطينينا جينا نربحو اليوم بالتالي وني كونتر عليك تربح ستاش بلوكي. هيا خلاص قلت لك بارك الله فيك رحيم، صافي ان شاء الله نربحو ما توقفش قلبك. صافي اسمعني حاسدك انا تنور هان في الدخله طاحت على وجهه. بصح اسمح لي انا ليبيا تونس على ما قلت بالك في التلفزيون ولا البوبليك ضربها بعين. انا قلت غير قلت انستغرام طالع قريب جابتها غانيون تما خويا. الحاجه اللي عجبتني فيك نور هان زغيد نقول لك مرحبا بك، على بالي بلي درتي مشروع وراكي اون بلان دودون وهكذاك وجيتي. بارابور لا كوز تاع هاد ليميسيون ديجا كي سمعنا بها جينا ديريكتومون جري. ديجا رحيم ثاني غير كي قال لي باسكو هو ثاني تعيط لي قاعد ينسيستي تالمو قاعد ينسيستي وسوسني قلت بلا كاميرا كاشي هادي ولا شنو. مي فوالا كي سمعنا البوت تاع هاد ليميسيون جينا نجريو. تفضل خويا تفضل اروح 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 هشام. انا اليوم راني نحس باللي عمر شندالي حاجه كبيره، قولوا لي علاش؟ علاش؟ قولوا لي علاش؟ باسكو عندي هشام تي جي في البلاطو. هشام مرحبا بك، جيت سبيسيالمون من لوروب للجزائر العاصمه غير باش جوج في هذه الحلقه. لا لا ما دل لافريك لتحته. درتو ستاج. درنا ستاج. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. العفسة المليحة والشهادة لله وكسوسوا انتوما ولا انتوما جميع ضيف ومشاهير عيطنا لهم في هذه الحصة ما كاش اللي قال لا لا ونقول لهم يعطيكم الصحة. بصح دوكا كما قلت لهم هما دوكا انتوما اذا راكم متاكدين من الجواب روحوا ديريكتومون للبير، اذا ما راكوش متاكدين اقسموا لي المبلغ. سي بون رحيم انت كابيتان دبر راسك. القرعه اسفرت اليوم انه قزقوز عبد الرحمن هو اللي راح نبداو ونعطوا له السؤال الاول. السؤال تاع عبد الرحمن يقول ما هي خطه اللاعب ميلود هدفي الذي سمي به ملعب وهران الجديد؟ الاحتمال الاول مدافع، احتمال ثاني وسط ميدان، احتمال ثالث مهاجم، احتمال رابع حارس مرمى. طوف كرونو. على بالك
هشام غنيه بزاف واعره اخويا كدير حاله في تيك توك. لا لا هيا شكون هذا؟ نو 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 غارديان نو ديفونسور او مهاجم 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 ميدان معناتها لو بوست تاعهم لو بوست تاعو وين وين يلعب؟ اسكو يلعب ديفونسور ميليو تيران مهاجم ولا غارديان؟ جول ماشي جول ديفونسور ماشي كيش اللاعب ميلو دهاتفي الزم يبيع وملعب وران الجديد لاعب كبير زمان اسكو هو مدافع وسط ميدان مهاجم ولا حارس مرمى؟ مابقاشكم 18 يا 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 ارفد مابقاش الوقت عبد الرحمن مابقاش اسرب اسرب ارفد اكتيف 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 يا موح يا موح مابقاش الوقت اسرب روح مابقاش روح للبير وين اسرب اسرب اقسم اقسم اسرب وين هنا روح للبير روح وش راكو ديروا عبد الرحمن كابيتان دي كيف انت وي بصح كيفاش واول واحد راح يطيح في البير هو انت الله اكبر ديجا راك خلاص على بالك بلي راح تشيان مت انا حبطت ديجا ب 12 كيلو بصح كيفاش هادي ملي في ملي دهت في ما عرفتوش عرفتو انا مهاجم مهاجم نعم نعم شيخي وشيخ الجزائريين غني لي الخاينه اللي درتها ديو انت ومحميلانو هبط لي موسيقى اسمع يا العذراء عندك خزرات باينه ويا الخاينه كيف لسهم ترمي نظرات بالغدار ماين عليك يا بنت الناس ماينا ويا الخاينة انتي مهنية وانا مرمي على الجمال تعرف مين لوت هاتفي وانت تتبع فوتبال بروبلام تتبع بالونا بيان سور كيف ما عرفتش 50 مليون سنتيم 50 مليون سنتيم على حارس المرمى عبد الرحمن عنده مين با شهر دار اوبيراسيو على ظهره ليرني ديسكال مانيش غلط عبد الرحمن وي وموراها زاد دار اوبيراسيو على الكولون ومارغريتو شو الفنان وين جا عطوني تصفيقه كبيره هذا عنده ليرني ديسكال قال لي دير واش تحب قال لي انا المهم نربح دراهم لهذه الجمعيات ما ميدان طيح ونتقاس معليش بصح اليوم احنا فيكو دار هاد الجاز تاع الفن النبيل وفنان نبيل شو راح نديرو عبد الرحمن اطلع تشوف اطلع اطلع رايدك اروح هنا وقف هنا تضامن فوالا ما طيحش انت وحنايا ديريكتومون نقولوا لك كي طيحوا طيحوا غير دراهم اوكي اوكي بارك الله فيك ربي يحفظك على الجاز عطيت شي غلطه ربي يحفظكم ريعك الو شحال عندنا هنا 100 200 1 2 3 4 الله الله 250 مليون ما ميدا ما طيحش راح تروح 250 مليون 100 200 1 2 3 4 250 مليون اي يا 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 هذا علاش جبتوه بصح بغيت نسيكم مش تقدر تخليهم في الطابله هذا مسكين اصلا ما فيه والو جبناه باش ما يجاوبش هنا كاين 150 1 2 3 4 5 200 مليون 200 مليون على مدافع عبد الرحمن شوفوا غير شوف غير القدام عبد الرحمن نعم حبيت نسيك حاجه وي ريماركينا بلي اشاك فوا يمدوا لك برسك لو ميم رول متضمر روح علاش؟ سيرتو مع مزاحم وي ميم انا جي ريماركي هاد الحاجه بون انا كيما على بالكم متضمر سي لو بريمي فيتون دراماتيك لي كيما نقولوا سي مون بريمي برودوي دراماتيك براني لعبت فيه براني كان لعبت فيه وي بورتون براني كنت في لا بيريود جيتي مالاد كنت مريض ورحت كنت مريض وخدمت والحمد لله حنا رانا نشوفوا هذه كاين دي رياليزاتور كي تشيرش با فير لا ديريكسيون داكتور يجيب ان بيرسوناج ما قريتو زعما جامي يلعب هذاك بيرسوناج يسي صنعو ويديريجيه حنا شفنا بار اكزومبل هذا يلعب ميكانيسيان جيبو واجد سي بور سا تصرا هاد الحاجه يا خويا عطوني تصفيقه ما تقدرش تيماجيني شحال نحبك
فلاريجي قال لي عمك خلعوك، قلت له ما هو جاي محبوليفان، قال لي يا عمار انت تجيب محبوليفان، كي قلت لهم صاحبي ما امنوش قالوا لي محبوليفان صاحبك انت، مصباحهم يقولوا لي دوكا يحلوا فيها دارت الحكايه. قالوا لي قول له يغني لنا محال عمري ننساك يا رحم، محال عمري ننساك نكر الخير والاحسان، جرح في قلبك بيديك الغيره من الريام، شتي عليهم بزينك الحنان تدوب برخام، سيتي فالك وحبيبك خليتي القلوب يتام، سيتي فالك وحبيبك. اي 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 ان بو دو سيريو، هذه اللي ما نحبهاش سيكو، نخسروا بزاف دراهم. من السؤال الاول خسرنا 50 مليون، ميلود هدفي في الاسم برك تحس باللي شايف هدفي، ميلود هدفي وش يلعب؟ ميلود هدفي اتاكو قضي الامر، هيا سيروك فرحات، هبط راسك هبط راسك، ماشي طلع طلع على دروات اكتيفي، رجلك على دروات ماشي لا كوش، طلع فرحات واش طلع 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 هكا شوف شوف واش طلع ما تشوفش اي من ناحيه هبط منه اي 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 يا رحمن عبد الرحمن عبد الرحمن اي اي اوف واش باس عندك يربحنا 200 يا رحنا للدار مش كي تحيط هبط راسك مليح راح تطيح فرحات راح تطيح هبط راسك راح يطيح قلت لك سلك 200 مليون كاش ولا سبلاش تعالي ونقول لهم من بعد سلام طلاسك سلام طلاسك حبيبي جبتها يا موح كيفاش تقولهم اتاكون ديفونسور يا خوانا كي نسمعنا ما نعرفوش اه لعب في سيك ولا في تلمسان قلت له علاش قلت له باسكو نعرف ابيبري ليستوار على السما والسطاد تاع وهران باسمو وكذا تما سمعت بها الحكايه المهم سلكنا 200 مليون سنتيم مع 500 مازال نلعبوا على 700 مليون سنتيم للجمعيات الخيريه والتطوعيه ما فيها لا صحبه ما فيها ما قرينا كيف كيف ما فيها ندورو كيف كيف اما ناني شي شنو؟ اما ناني سيريو قول لي توش كاين فما السؤال تاعو تاع ليكيب تاعو يقول كم لاعب جزائري سجل اول اهدافه الدوليه ضد ليبيريا؟ كم لاعب جزائري سجل اول اهدافه الدوليه ضد ليبيريا؟ الاحتمال الاول 1، احتمال ثاني 2، احتمال ثالث 3، احتمال رابع 4، توب كرونو. شحال كاين من جوار الجيريا بدا بلي بوت تاعو كونتر ليبيريا؟ زوج لاعبين و لاعب واحد، زوج لاعبين، ثلاث لاعبين، اربع لاعبين. انت تروح شوف رحيم شو يقسم في الوقت، شوف انتوما قاعدين 20 سكوند تشوفوا في رواحكم. سي بون مانيش حابه نطير يا يما على نوران والصباطان وهذا واش غيصرى؟ هيا هيا 30 سكوند هشام هيا سينو يفوتوا يفوت الوقت ما يفوتوش الايام هيا خويا هيا دي سيدي خويا وين؟ خمم مليح الطفلات خمم مليح خويا نقدر نحكي خمم مليح راهي خمم مليح رحيم رحيم خلاص طاحت قبلي دوره 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 دوره
نحس بطي. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لا تصبط احمر وقولوا عليها اكيد قاعدي بي يا اختي جاي طايحه في البير جايت لي صباط طالون. اي 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 افونسي سي هشام تفضلي تم عمر كاوا حبيبي عطوا التصفيق على عمر كاوا. عمر كاوا هو المناجر تاع هشام تيجي يا رحيم كنت هاك صعبك علاه لعبتي جيت تجري لهنا قول لك علاه خمم باسكو كي خسرت بون انا على بالي بلي شو حنا مزيانة على الان قلت بالك صح سيدي غلطت نقول لك علاه ماشي ربعه انت يا غلطت وعلى بالي راح تطيح في الفخ هذا باسكو تعرف مليح فوتبال ما قلتلكش شحال كاين من جوار كوماركا كونتر ليبيريا جيستومون انا فما الاولات الفتليه شحال كاين من جوار فلاكارير تاعو من الفريق الوطني بدا البريمي بتاعو انا فما ديك ليك دي ماتش انا فما عرفت بلي فيز دو اون بيرسون نورمالمون هكا حبيت نسخ خاطش لعبنا بزاف كونت ليبيريا فاني هادي هادي علاش جبتها باش تطيح انتي نعم رفدتي الدراهم بديتي تقيدي فيهم جيتي لهنا علاش جيتي لهنا تعرفي فوتبال انتي ما نعرفش انتي نورمال ما كنتش تعرفي عطوني تصفيق الله يروح بيه ماشي فوتبال هشام قولي علاش نحبك عندك الغناء تاعك هادي كيفاش قول مع عند ربي هكا التيك توك مطرطق الانستغرام مطرطق جوزو لي فاتو ليا جوزو با 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 انا على بالي بلي كل ارتيست كي يبدا اوتوماتيكمون يتاثر بفنان هشام تيجي بك يبدا يغني بشكون تاثر مع الاول والله كاين بزاف فنانين كاين المرحوم عاقل الله يرحمه كاين حسام قادر الوهراني فتحي مانان هذوك نسمع بزاف ماشي غير هادو مي هادو هما اللي كيما نقولوا هزيت من عندهم بور لا بروميير فون شفت شونتور يقلبها سور سان ويحشم انت داير هكا انا داير هكا يا ودي ماهوش حشمة او خايف يطيح عطيني تصفيق على هيك صافا راح خلي معاك صاحبي هاي نو ديريكتومون نور هاي لا لا قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لا تصبح تحضر وقولوا عليها مية وخمسين مليون سنتيم لابسة طيور على زوج لاعبين اللي افتتحوا سجلهم الأهداف ضد ليبيريا نروح لعند هشام واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر مية مليون سنتيم على ثلاث لاعبين مية ميتين وخمسين ميتين وخمسين ما عندك والو في يدك ماذا بيا ميتين وخمسين مليون سنتيم على أربع لاعبين هاي قول لي واش كاين فما من عندك انا على بالي بلي ليبيريا ليكيب تاع جورجويا ليكيب تاع جورجويا تما لعبنا لهم بزاف دونك لعبنا لهم بزاف تما احتمال كبير انه يكونوا لي جوار تاعنا ماركو بزاف لي برومي بيوت تاعهم في هذوك فهمت ماشي بزاف معناتها بارابول واش عطيتنا واش على بالك على ما نسمحلكش خاطر حنطيح لا لا سيريوزمون علاش ما نسمحلكش لانه الناس اللي تعرف رحيم بن عيشوبه رحيم بدا في تنشيط ومد كانت عنده حصه في قناه خاصه يمد تاريخ كرة القدم من نهار اللي بدات هذه يا ماشي تاريخ هذه شغل واش كلاو لي جوار تاع ليبيريا نالي لعبوا دومي فينا هذه واعرة هذه شحال عندك في الانستغرام؟ 3,500,000 الله يبارك لو كونت تاع الانستغرام تاعك 3,5 مليون اسكو تشوفي بلي هذه سي اون ريسبونسابيليتي باش كي ديري محتوى في الانستغرام يلزم يكون المحتوى هذاك هادف ويوصل كامل الناس
بوف اسكو نشوف اون ريسبونسابيلتي بيان سور كو وي مي ماشي غير غير الشغل على هاد 3 ملايين باسكو سيغمون كاين بلوس 3 ملايين اللي ابونين في انستغرام ماشي كامل هادو من انستغرام الطفله ماشي كاع هضره روحها والحاجه اللي على بالي علاش راحيم جابك هنا سي كنتي بديتي مع راحيم ايه لا لا بصح كيما نقولوا افونسيتي مع راحيم ايه صح تما انت ما بديتيش في الانستغرام في التمثيل ايه واسكو تشوفي بلي التمثيل عاونك باش الكونت انستغرام تاعك يزيد بيان سور قبل دارناشو خدمت 3 برودكسيون حتى لحقت لدارناشو باش درت انستغرام دوك هادو قالوا لي خلعوني ديري المسرح تما كي قلت لك لا يربيك ماشي هكا كبرك وصح درت لا يربيك صح درت لا قولوا على مرتع مرو قولوا عليها لابسه صباطك حلو قولوا عليها بابا عطوني تفيق على نوران سخيت نوران واش دير روحك هشام صير يديك رحيم رحيم يديك رحيم فوالا هيا قضي الامر شوفي قضي الامر هادي درت معاه قلت له عطيت 150 خاش خليتهم ورايا معليش ان شاء الله تاك صحيح ان شاء الله يا رب ماذا بيا باش نديروا عفسه شابه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الاحتمال الاول يكون خطا اللي هو لاعب واحد باسكو لو كان ما يكونش الاحتمال رقم واحد غلط تسمى نقدر نخسركم في زوج ما نطيحش قضي الامر رحيم زير يديك انا معايا جيبها ولكن كنا شوار واحد صايا داير دوك شويه ومن بعد صافا خويا ونديري ما تشمختوش الكوليك واش بيه شوف صاري شوف صاري انا نقول لك شوف صاري على راسنا انا حبيت ندير كونطرا مايش عارفه بلي ربحنا 250 انا عارف صح حنا على شرميتنا هيك خاطر الكابيتان كنا كاع معاك كابيتان وفي نفس الوقت طرينيتو دار لكم كونتر خطه هشام بين جبور رفيق صيفي المراكشي وزرقان انا كي وصلت ليها تقول خاصها تعاود تفش لاكيسيون قلت لك خمم مليح باسكو على بالي بلي ما فهمتهاش مليح لا الدنيا راني تهربت صح على ما تعطينيش دي كيسيون في السبور واعرين مشيو شكلاو نهار خميس
الزلوف لي جوار مانيش عارف ما كنتش معاها بصح لا هذه بصح هذه فيها بصح ما هذه نقدر نبوصيها لك بصح مانيش قاب الضبيا على بالي بلي بزاف لعابي سما افو تاعك خويا عندك هنايا الويت وحشتك وراحي اربي تريناو 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 في لافريك تريناو تحت السؤال الثاني رانا نخسروا بزاف 250 وهنا 200 نلعبوا على 450 مليون سنتيم اليوم بيان سور كونسونطريو على الكيسيون تاعكم السؤال الثاني لعبد الرحمن والفريق تاعو يقول من الذي ادى دور الرجل البدوي في فيلم علي وعلي يدي وعلي ما يديش من هو الذي ادى دور الرجل البدوي في فيلم علي وعلي يدي وعلي ما يديش الاحتمال الاول سيدي علي كويرات ما تهضروش عندكم حتى هضره الاحتمال الثاني محمد عجيمي الاحتمال الثالث عثمان العريوات الاحتمال الرابع سيدي احمد اقومي طوب كرونو ديهم كاع لي يهضر ديهم كاع هيا هيا ها وين محمد عجيمي علي وعلي يدي وعلي ما يديش على ندي وهادو نروح معكم انا مازال عندك الوقت خويا وراك رايح انا نحطهم ونعطيك لا ريبونس يا خويا روح وهاي الوقت سي بون عطوني لا ريبونس وشنو لا ريبونس ركز يا عبد الرحمن نعطيك لا ريبونس سي بون نقول لك مازال خير وتروح غير للطروه علاش نقول لك يا وتروح غير للطروه ولا وين نروح لازم اسكت روح ولا تقسم ها تروحوا كاع لا ريبونس استنى علاه استنى تشو متى جايين لا لا نروح للدور ودو دو لا جيبهم تشولد ما بقاش الوقت ما بقاش الوقت ما بقاش الوقت يا عبدو يا يا محمد راح معاهم ما بقاش الوقت فهمني عاودي واحد انا يروحوا دراهم برك ما نروحش انا انت كابيتان تاع الكوروندير خو انا كابيتان خو كابيتان والله غير كابيتان شفت الفيلم شفت الفيلم ولا لا انا على بالك عمر جو فون دو سينما الجيريان اه تبع شوف له اه اسكو شفت الفيلم ولا لا اه شفتو اه تسمى عمي محمد عجيمي واللي قالوا علي يدي وعلي ما يديش واش قالوا قلت لاكتر الدور الرئيسي اه الرجل البدوي ما قلتلكش الدور الرئيسي والله ما هو مليح جاب لي ربي دار اوبيراسيون على راسه ماشي على ظهره هذاك هو هذاك هو ما فهمتش انا اليوم كيفاش نقول لكم السؤال من ناجو لهنا تحبسوا وبعد تشوفوا في رواحكم عمر معليش انا حي صبار ها باش نولي بيه باش نولي بيه يا عندي ان كرون بروبليم بروبليم كبير بزاف قولوا لي وشنو ليكيب لو بروبليم سي كو اذا طاح وخسرتو دوكا رحتو ديريكت للدار وخسرنا 500 مليون من السؤال الثاني يا موح بوليفان ما تشوفش على الفيلم جينيراسيون تاعك نو معروف الفيلم علي يدي وعلي ما يديش انا ما قلتش دور رئيسي انا قلت لا لا قلت دور رئيسي هاي مكتوبه والسؤال لا لا قلت الدور الرئيسي لا لا سامحني عمار معليش دقيقه قلت الدور الرئيسي دقيقه 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 عندنا الفار انت ما تجيش قاعد تشارك تالموراك اوت السؤال قدامك ما الذي ادى دور الرجل البدوي في فيلم علي وعلي يدي وعلي ما يديش اوكي سي بون انا قلت دور رئيسي واش بي حياتك كومبل دور تدور ليها ابدا تمسكن فرحات كيما مداري تمسكن تمسكن فرحات شما يرفدوك اي والله زيد فرحات زيد 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 فرحات زيد تمسكن ما يفتحش كاع البير زيد قولوا يرحم بابك هكذا بالبير اي والله فالك عبدو صح اخويا خاف على الصباط وما خافش على الكوستيما قلت لك محمد زيد سمعني راكم مغبونين على بالكم تبعتوا عبد الرحمن اكو مغبونين سمعني مغبون عليها مغبون عليها
لساني ينطق غير بها أشجرالي أنا وغزالي أشجرالي أنا وغزالي خلتني شاكي أرواح 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 ما زال ما زال أي تفتحات أطلع 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 والله مازال الحق مازال الحق مازال الحق صحة مؤثر على أسمع ما تشوف الإيميسيون ياك بيان سور آه وماكش مليح أنا فرحان ماكش مليح طاح على راسه هذا وأنا يا خلاص تبون مازال مازال أسمع يا فرحات ألقاني فرحات فرحات أك فرحت قبل الوقت هذه أباك فاصل لك كي لورجو كي الفار أنا طويل سمعنا الجاي نشوف فيها على بالي واش كاين خويا راكم ميزين 200 مليون سنتيم على محمد عجيمي عطاو لي 200 مليون سنتيم على محمد عجيمي الله اكبر 200 مليون سنتيم ان لله وانا اليه راجعون على شنو 2 مليون دو دينار محمد اه كان يقترح عليك عمر كاوا المانجر تاع هشام تي جي في دير مهديو دير انا كيما نقول طول طون جو سوي اوفر ا تول ديو ندي بورسونتاج انا درت لك لافير خويا صح قضيه الامر فرحات هبط راسك هبط راسك هبط راسك انا هبط ولو كانت خيس راسك واو 200 مليون سنتيم انا معاكم دائما في كاش ولا سبلاش في انا ماتير دو سينما الجزائري ها كنت شغل خايف مي ومن بعد كونفيرميت لي بلي الفيلم شفتو وعمي محمد اللي نطلبوا له الشفاء ابدا في هذا الدور في الراجل البدوي فريمون اكزاكتومون مازال 200 مليون رحيم السؤال الثاني قول واد الشولي يقع في واد الشولي يقع في احتمال الاول وهران احتمال ثاني غليزان احتمال ثالث تلمسان احتمال رابع عين تيموشن وغناوا عليه اغنيه طوب كرونو واد الشولي وهران طوب كرونو وهران غليزان تلمسان عين تيموشن حاب تفكر منو انا على بالي باللي كاين واحد تما رحيم يعرف لي هو هشام ماهوش متبت برك واد الشولي وهران غليزان غليزان تلمسان تموشن مازالك 30 سكوند رحيم رفدوا الدراهم رحيم هيا رفدوا معاكم دراهم هيا معروفه الاغنيه رحيم شحال راك راه ما بقاش الوقت عطي درام شويه لنورهان تاني كراحي مزرب مزرب فان سكوند ينزل ترجل لا يا 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 واحد وهران الزوج الاولين وهران راكي رافضات هي 40 هيا هشام ضحكني ريسكينا على بالك واد شولي غنية غناو عليها في وهران في غليزان ولا في تلمسان صارت فيها حادثة تاريخية وغناو عليها فنانين وأغنية معروفة جدا آه يا رحيم أنا تبعت هشام والله غير تبعت تبعت هشام خلاص بلاش شي سباسة حنطيح خلاص والله أنا واجد روح أنا غاضوني دراهم دينا بزاف كامل والله كامل على هشام صح معليش 100 مليون سنتيم على وهران 100
مليون سنتيم على وهران. كحالك فحنطيح. وانا نقولها لك. قولوا على مرتعمر وقولوا عليها لبسه طيور خضار ويجي عليها. عاود 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 دقيقة دقيقة عاود عجبتني طيور خضار. دو تروا يرا. قولوا على مرتعمر وقولوا عليها لبسه طيور خضار ويجي عليها. ولي اي 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 ثمانين نو ستين مليون سنتيم. ستين مليون سنتيم. القلب هذا زايد. يا يا تسمى تسعين مليون سنتيم على تلمسان. تسعين مليون سنتيم على تلمسان. راحين خويا وين يلقى راحته؟ في المو. التنشيط في المو. في التنشيط في التمثيل ولا في المسرح. انا مو ولا مامو راني في التمثيل. قسم بالله التنشيط في الديبار تاعك عاونك بيان سور. عاونك في لاكارتي تاعك اون اكتر خطير بيان سور. وي انا يفطر لك. لو كان يعاودوا يبروبوزيو لك ايميسيون واحده اخرى تعاود دير ولا لا؟ لا ان شاء الله. لا بوكو با الى ما طاحش انيماتور. إلى ما؟ إلى ما طحت في المو. تقعد غير رحيم رحيم يقولون نخسر فيك تمشي. حبيت نسخيك. أختي صغيرة أنت. واش غادوني مع رحيم؟ على باليش وزيد كان تبعو. جوز جوز سمحي لي دقيقة. أكدي مليح. غير ليزان هو اللي قال لك روحي لهنا. لا لا. سي. لا لا. تيت شكون اللي خلى تروحي هنا؟ انا قلت قولي والله هو حاب يعطيني دراهم انك تحب نتبعو. معليش ديري تشوفي هكا. دو تروا راح. قولوا على نورها نقولوا عليها لابسه طيور خضار السين. مش بيه اني تحت تكذب عليك. اني تحت رحيم صح باينه. اطلق اطلق والله العظيم اصبر بعقلك. وهران هشام شكون حبيت نسقع عصبي انا تبرت. شكون اللي بعتك هنا؟ هشام درت عليه. قال لي وهران قصار عليه. قلت له وهران لا حبس حبس والله غير حبس. قال لي صاحبي حبس. نو نو لا قلت له عندي صاحبي شونتر اسمه هذا. قال لك لي غنى شولي صاحبي. ايه بقات بقات في الغرب الحكايه. غير في الشمسيه مش نحي لك السراس. زيدوا جوزوا لي اغنيه شابه تاع هشام تي جي في. خويا الصغير لهنايا. شكون بات هشام؟ الكاميرا تاعك تما. قول لي جوج كاين صاير بسكوتش واعطي لي مقدمه باش تهبط للتحت وزير يديك. راح هشام غير تكمل راح تطيح. هاي لك راه الكاميرا تاعك غير تكمل تفتح الباب تما. هذاك راح هشام طبعتني على راسي صحتك. نقدر نطلع عليه يربح 90 مليون يخسر 90 مليون روحوا للدار. قضي يا الأب. فيها فيها فيها. ولك يا شباب
هشام 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 في كاش ولا سفرا. روكي بالبوا احكي لي بصح هذوني دراهم بعتك ديركت الوهرم. قال لي صاحبي شكون فمه هشام؟ درت لي قلت له هشام واش قال لي؟ انا بصح نسكن شفمه. قال لي صاحبي شكون فمه؟ بصح وين وهران روح. قال لي هذا كاع على بالك هو يبعتك الوهرم هو يروح للتلمسان. بصح هو مسكين حب يزيد يطيح زعما على نيتو فهم. هي حنا كنا رايحين كاع بلاصه وحده ما بدينا كنا رايحين بلاصه وحده ونيتو خاش طاح ديجا صحه وتشولي سهله. بصح احداث تاريخيه وقت الاستعمار صارت في المنطقه هذه في تلمسان وفنانين كبار غنوا عليها حادثه معروفه واليوم ولات اغنيه جزائريه تراثيه. المهم معلي سلكتوا لي 90 مليون ليكيب. السؤال الثالث تاعكم يزم ترقصوا عبد الرحمن ما ديروش كيما قبول طلعوا لي السكر سي بون. السؤال تاعكم عندنا نلعبوا على 290 مليون سنتيم. السؤال الثالث لعبد الرحمن والفريق تاعو يقول ركز عبد الرحمن. كم من ولاية منتجة للتمور في الجزائر؟ هذه اللي ما تعرفوهاش انا نشبك في البير. كم من ولاية منتجة للتمور في الجزائر؟ الاحتمال الأول 10، الاحتمال الثاني 12، الاحتمال الثالث 17، الاحتمال الرابع 22. طب كرونو أسهل من هكذا ما كاش ولا لا لا عبد الرحمن عشرة. آه رحيم لا لا الوقت راه يجوز ليكيب. خمو مليح والوقت راه يجوز. 10 خمو مليح. اذا ما راكوش متاكدين قسموا. خمو مليح. 10 17 ولايه 10 12 غلط درس. خمو مليح اقسموا ليكيب باش كل ما تقولش ما تزيدش ورقي اقسموا هنا هنا سي بون. المشكل اللي عندي في ليكيب تاع عبد الرحمن وبوليفان وفرحات انه مالكلي كانت عندهم 200 مليون وليكيب تاع رحيم عندها 90 مليون نحس فيكم باللي يا ودي بوزات ايزيتون فرحات وجا تصور معايا تو لا لا ماشي بالك شويه خويا فرحات في ايش بالك تبالو في تيبيا وفي الكوستيم برك وافر وانا لو لي بلاك عمال دلوك قنبر قنبر حطيه قنبر حطيه ابني نطيح رحيم نطيح يا اخوي. عندي حاجه حبيت نباسيها لك ليا تاع الفار كي قلت الفار انا حاجه صرات في الفار وكان شو المخرج يشوفها اش كي بديت تعطي لا كيسيون فرحات دار هكا قلت تاع 10 دار هكا اسالك شوفها في الفار ما تقول 12 دير هكا اسمع الله اكبر طيح ما تقول اسمع 17 دير هكا شوفها في الفار شوفها في الفار لا خاف نحسب شحال ولايه كاين لا لا ما تثاوبت 17 ثاوبت ثاوبت في 17 هربت ثاوبت انا وصدقوني محمد وليفان والله ما عندي الجواب ما عنديش لا ريبونس انا ما عندكش بصح كاينه حاجه لو كان جيت في بلاصتكم نقسم كيما نتوما قولوا لي علاش خلاص 22 ولايه صحراويه ما شكيتش شاش بزاف نص جزائر مام 19 لا لا مام 17 لا لا 10 علاش انا حين نطيحوا هنا عندنا 50 مليون سنتيم على 12 هذه ميزتها عدوز 50 قلت بارك مليون سنتيم على 12 عباك مع اللي تبدلوا الولايات كنا 48 ودوك ولينا 58
شغل على هذيك اللي راح تلطناش هنايا وصحابي تما الكميه الكبيره تاع الدراهم بعثناها للديس. وحنا قلنا انا قلت لكم خمو مليح. معليش الصحراء صح كاين بزاف ولايات مازال عندك الثروه مازال عندك الكار. معليش كاين بزاف ولايات في الصحراء كاين هنا ما شكيتش كاع فيهم تمر 50 مليون سنتيم. فرحان علاش نشوفوا القدام علاش لي برودكسيون تاعك ما تخدمش بزاف قلال اسكو ما يعيطولكش بزاف ولا البروفيل تاعك نو انا شغل كيما العام اللي فات في ستروا بروجي ما خدمتش فيهم باسكو فكروني في الكاشي ما حبوش يعطوني كاشي تاعي با 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 هلا يد خويا صارمتي دور الغنيه اللي جبتها النور هنا عاود غنيها لي يا روح قولوا على نورها نقولوا عليها لبسه طاير خضر ويجي عليها قضي الامر وعلى على 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 كنقول لك باللي عندنا أزيد من 300 نوع هل يا ترى راك صحيح؟ أسكو تشوف بلي الإجابة تاعك صحيحة؟ أزيد من 300 نوع أنا بعد صحابي أنا شوف بعد صحابي تعطيني 12 قضي الأمر معليش يعطيك الصحة عبد الرحمن خسرنا 500 مليون لي معليش يعطيك الصحة عبد الرحمن مازال ليكيب تاعنا تاع عبد الرحمن بيان سور في كاش ولا فلاس والله غير من بداية الحصة يا رحيم وانا حاسهم باللي يا ودي ما راهم سير لو كان نبداو نحسبوا من اقصى الشرق لاقصى الغرب في الجنوب انا 17 عندنا غردايه واد سوف بسكره الضرار بشار تيندوف تيميمون تقرت المغير بزاف بزاف نورهان جابتها ديسات وي تحصلوا نورهان بسكره قلت لها اش طاري في دالتنا ان شاء الله تستاهلي داري لابريسيون دوكا راكم في سؤال ثالث انا دو كيسيون يفصلكم سؤال ثالث ورابع وتروحوا للنصف النهائي 90 مليون نكونسونتريو عليها رحيم انا الحاجه اللي عجبتني فيك اليوم سيكو انا نعرف راك شوف قلبك دورو ما يخسف هذاك 90 مليون باش نبداو جمعيه خيريه يعطيك الصحه ان شاء الله صاحبي والله السؤال الثالث تاع رحيم نورهان وهشام تي جي في يقول من بين هؤلاء الفنانين الجزائريين شارك في مسلسل ذاكرة الجسد من بين هؤلاء الفنانين الجزائريين شارك في مسلسل ذاكرة الجسد سهلة احتمال الأول خالد بن عيسى احتمال الثاني أحمد مداح الاحتمال الثالث فوزي بن براهيم الاحتمال الرابع يوسف سحيري طوب كرونو من بين هؤلاء تقدر تعاوننا بوالو الفنانين الجزائريين شارك في مسلسل ذاكرة الجسد خالد بن عيسى أحمد مداح فوزي بن براهيم ولا يوسف سحيري اخ معليش واحده ونشوف وين نروح احمد مداح صح ايه
واحد شوفوا نروح 30 ثانية رحيم. أحمد مداح في الدور. شوف خالد بن عيسى. تعليم الميزي أحمد مداح. ثلاثة كن ديروا قا واحدة واحدة. تخاف الرابع. خالد بن عيسى يوسف سحيري وفوزي بن براهيم. 20 ثانية يا ناس. رحيم ركز وما بقالكش الوقت. مباليش. فوزي. عطيني واحد ارمي واحد. هيا الوقت الوقت. نزيد نطيح. سهلة هذه ما فهمتش. افونسي افونسي خويا افونسي افونسي. طيح طيح. الرواية سهلة تاع شكون؟ تاع أحلام مستغانمي الرواية نعرفوها. واش من عام؟ الكاتبة الكبيرة داروا فيها مسلسل سوري وشارك فيها واحد من هاد الربعة. رحيم اسكو تشوف باللي أنت فوزي بن براهيم شارك في هاد المسلسل؟ شوف أحمد مداح بوكو بلوس سينما راك فاهم بوكو بلوس سينما وفي المسلسلات باينين مسلسلات احمد جو بونس لعب في ولاد حلال لعب في الضامه جو بونس في لا ماشي في الضامه في البراني تما باينين ابري مسلسلات خالد بن عيسى كما قالت نور هاني يوسف سحيري فاني قديم في الدومين تما يقدر يكون الله يغرق غايدني يا عيشة والله انا جيست كيما نقولوا ما تكونش دوزيام ريبونس هي صحيحة برك تما ما نطيح انا لا بيان سير هذا الكونسيبت هذا 20 مليون سنتيم على خالد بن عيسى 20 مليون سنتيم هشام تي جي بي وخالد بن عيسى قولي شو كاين فما نزيد لكم معلومة واحدة أخرى ما شاركش فيه جزائري واحد برك ايه على بالنا عبد النور شلوش كان فيه اذا ما كذبنيش واقل امل بوشوشه تانيك امل بوشوشه كانت فيه شوف هما لي دار ضجه كبيره لي بلو بريسي فوزي بن ابراهيم وخالد بن عيسى 40 مليون سنتيم على فوزي بن براه 40 فوزي بن براهيم آه. 30 مليون سنتيم على يوسف سحيري حافظ مانيش مليح طلع لي الغنية تاع هشام خليني اوما يهبط لي ستريس اوكي معلش Thank you.
دي اي بوكسي 2010 لعب فيه هو عبد الله شلوش امل بوشوشه ولعبوا فيه وجوه عربيه شفيت من باهيه راجدي ولعبت فيه انا كي قلت تحياتنا للبياره اللي أيوه. يقول ربي يجيبك ربي يشافيها ان شاء الله سؤال واحد سؤال واحد يفصلنا على نصف النهائي اذا تجاوبوا عليه راح نروحوا للدومي فينال هذه اذا ما عرفتش على هذا السؤال الجواب تاعو ان شاء الله الصحبه اللي بيني وبينك نحيا السؤال اللي يفصلنا على النصف النهائي نهار اليوم يقول من ألف مسرحية صعيد ومعيد ونكاز الحيط؟ الاحتمال الأول حسن الحسني، الاحتمال الثاني محي الدين باشطرزي، الاحتمال الثالث أحمد عياد، الاحتمال الرابع محمد التوري، توب كرونو مسرحية صعيد ومعيد ونكاز الحيط أحمد بن عياد 10 حسن الحسني محي الدين باشطرزي محي الدين باشطرزي أحمد عياد وبيان سور محمد التوري عباك شكون أحمد عياد محي الدين باشطرزي أكسير أنا نحب بعد أروحي تي أكسير أحمد عياد ثلاثة دخلي هنا ثلاثة أروح هاي نطيحوا في زوج أروح هيا ترميني على راسي أروح أنا حنطيحوا أروح لو تنطيحوا أرواح شو ترزي تبكش بقى أصبر أصبر دقيقة شحال دقيقة شحال أصبر شحال شحال أصبر ورا ما تقاش غاول محمد توري بليدي بليدي كل بليدي أرواح 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 أجري توري سير متأكد توري إيه سير قال لي تالي ما جبتهاش أوريسكي إيش هنا إيه قال لي لما جبتهاش ها قال لي لما جبتهاش تولي مشي صاحبي ما انت افير بليدي خاش محمد توري بليدي تفهموا راه علي هنا تفهموا بينا تفهمنا خلاص فهمنا هذا النحو سي جامي ريح ريح وراه مين طرحت لمحمد التوري علاه دوك نقول لك علاه اني نستنى باشطرزي باشطرزي المسرحيه اللي مشهور بها محمد باشطرزي المسرحيه اللي مشهور بها هي بن عطوش اسمعني مليح بن عطوش اللي دار بها صالح الى تشفى في الفيلم تاع كارنفال في دشرة هذيك تاع نشرب بالخيار نضرب المدار هذيك دا مقطع منها تسمى بن عطوش محي الدين باشطرزي دار المسرحيه تاع بن عطوش حسن الحسني اللي هو ابو بقره الله يرحمه كان ممثل ما كانش مؤلف بون بالك كان يالف هكا بصح بوكو بليس مشهور في التمثيل وتشك في احمد عياد ومن بعد رحت لاحم محمد توري باسكو ما باليش مليح مكتوب في الكتيبه هكا من بعيد قريت محمد اسمح لي محمد توري واش قلت لي انت في الديبي قلت هذه لما جبتهاش انا وياك ما تفهموش محمد توري الله يرحمه ويسع عليه من منطقتي البليده وهو بليدي يتسمى نورمالمون هذا هو التحليل وفنان معروف كوميدي الله يرحمه تسمى انا عطيت لك ابوبري كيفاش باش عرفت عندك ربعه لي مونيمو هنا ربعه لي زاكتور وربعه يكتبوا ويالفوا المسرحيات وش عندك مع دفارتك الاخت نورهان ستريس ستريس كي طايحه 28 ماشي ستريس باسكو مانيش حابه نزيدو نخسرو دراهم اللي قاعد شويه دراهم اللي قعدوا لنا ان شاء الله ان شاء الله والله غير زندحيكم ستريس جوزوا لي غنيه تاع هشام تون بالنسبه ليا هشام اكتشفت واحد الانسانيه كبيره فيك صح والله العظيم الحمد لله اكتشفت باللي انسان بسيط جدا شكرا بزاف مالغري الاضواء مسلطه عليك مي فريمون شكرا بزاف خويا ربي يخليك ربي يعطيك يعطيك الصحه شكرا بزاف مي هذا ما يمنعش باللي نقدروا نروحوا بالصفر دينار وهذا ما يمنعش ايضا انه كما يقولوا الربح والخساره في خط واحد نقدروا نربحوا 40 مليون ان شاء الله تقلصوا الاجابات من الان للطروه رحيم راه وليها عيط له شوف عيط له رحيم زيد رحيم زيد
رحيم ما هو يسمع والو علاش بسكونا دايرين له كاسك ما على بالوش شنو هو السؤال دوك انتوما نطرح عليكم سؤال ثلاث احتمالات السؤال لنصف النهائي نهار اليوم يقوم من هو مغني الراي الذي يطلق عليه اسم العندليب يما وما تعرفهاش من هو مغني الراي الذي يطلق عليه اسم العندليب الاحتمال الاول شاب نصرو احتمال ثاني شاب مامي احتمال ثالث شاب حسني طوب كرونو عندليب انا راه نخير مامي العندليب شاب نصرو مامي ولا حسني نصرو انت مامي قبل دونك مازال شويه وقت اسكو متاكد هشام على بالي بلي نو مانيش متاكد ماكش متاكد والله ماني متاكد اقسم خويا نورهان اقسمو ماكوش متاكدين اقسمو علي مراه تقسم اسمع نقدروا نخلوها كام في ما تقدرش كاريير اذا تكون واقف فيها ليك تكون وين تخير تكون واقف فوالا اقسم وين تروح انت شكون بين شكون شكون نديرو قولي لي قولي 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 حسني راني بين حسني و حسني حسني ونصرو يا مال ازرب بزرب 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 ازرب قبل ما يروح السؤال تركي بالخوف فالا فالا روح ما قدرش ولي 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 الباب 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 البار انت رايك هكا كبر قول افونسي لقدام الفار مانيش غلط راحت كي خلاص الوقت سبونس ما باليش هذه ما راحش تندمي عليها هذه شابو وين قدام افونسي هشام عندنا بلبل نغمة الراي محمد الامين محمد الامين عندنا الكينغ عندنا لو برانس دو راي وعندنا عندليب الراي انا نروح عند راحيم عندك كان غرون بروبلم قول لي علاه قسموا المبلغ على كاع ثلاثه يعني ثلاث احتمالات قسموا المبلغ تما عندك في ثلاث بيار عندك واحد فيه هشام وحده واحد فيه نورهان وهي اكيد كي راح تجبد راح يطيح واحد فيهم السؤال تاع نهار اليوم يقول من هو مغني الراي الذي يطلق عليه اسم العندليب من هو مغني الراي الذي يطلق عليه اسم العندليب شاب نصرو احتمال الاول شاب مامي الاحتمال الثاني ولا شاب حسني الاحتمال الثالث في رايك انت وراي اجابه صحيحه رحيم احنا نورمالمون هو باك العندليب سي طائر سي صا المقلين وي 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 شغل عفسه طائر فوالا كيما عبد الحليم فوالا العندليب عندليب عندليب الاسمر كان بزاف سونتيمونطال بزاف صوت العندليب شغل في السونتيمونطال فوالا فرسانه يا شغل ما نقدروا نحيو شاب مامي يتنحى تبقى ما بين نصر وحسني باسكو في زو سونتيمونطال لو روا دو لا شونسون سونتيمونطال سي حسني ونورمالمون هو ملقب بالعندليب راك تشوف حسني بلي هو العندليب صح معليش اقسي لي جواب خطا واش راح تبدا تقسي الحاجه الاولى نقسي مامي حط يدك على رقم 2 حط يدك حط يدك على رقم 2 ولا نصرو راح تقسي نصرو مامي ولا نصرو دبر راسك خويا قول لي نصرو وراهي نصرو الان رقم 1 ما دير والو حتى وين نقول لك انا سي بون باسكو نخليها ما بين ما بين خاطر يقدر يكون فاني مامي عباك شويه تلفت هذه كي نحسب لك الثلاثه جبت لي رقم 1 خاوتي سمحوا لي حطيحوا نحسبوا الثلاثه 1 2 3 اقصي لي رقم 1
فراك انت كاين واحد فيهم يكون في الان العالم كاع سمع نورهان الموند كاع سمع نورهان بالك تخلعت ايه على صح سيبري قبيله ضبحت في بسط تخلعت ما تقدرش تعرف هشام سيلونسيو يا بحالنا المرحله الجد يا الشاب مامي يا الشاب حسني اقصي لي اجابه غلطه الشاب مامي ولا الشاب حسني واش تقصي مامي واش تقصي مامي دير على التنين ماشي على ثلاثه هكا على ثلاثه ايه دير يدك على التنين كنت حنهبط تيجي في وقيله احسب حتى ثلاثه اقصي لي الشاب مامي اوكي واحد اثنين ثلاثه اقصي الشاب مامي هشام طلعونا السيتار ما تدورش طلعونا السيتار في رايك انت شكون اللي سلك هشام ولا نورهان ان شاء الله يكون تي جي في أه؟ في حسني ونحى نورهان 30 وخلالها 10 وودى 30 انا اللي متمنيها الا كانت عندنا 40 جو بونس عندنا 40 ياك دور راح مازال مازال عطيني التاسك تاعي خويا راح 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 مازال 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 حسني حسني مازال راح راح مروح خويا حسني راح ما تخافش مازال ما على بالناش تي جي في كان في نصره وقصيته انت ويقدر يكون كانت اجابه صحيحه انت خليت نورهان بصح ما على بالناش اسكو حسني هو العندليب ولا لا لا وقف كنتوا رائعين جديك أيسن بارك الله فيكم وفي فرص أخرى إن شاء الله يا الله دبي طاح عليك الكاب دو بان دير به كليب صح تبان شغل ايمينين امامي ميم رولا رولا ما نخافش عليك صاحبي منا سيناريست اكتر كيما عندي راسي دبر راسي سيكيوريتي الواعده يقدر يسقك فيها ما تكتبش كاع راسك على ربي على ربي رحيم 20 مليون الان ولا دو يا نمدوا 20 مليون لجمعيه خيريه يا ما نمدوش نروحوا هكاك للدار السؤال في النهائي لرحيم نورهان وهشام تيجي في نهار اليوم يقول كم عدد أشواط رياضة كرة السلة؟ هذه ما تعرفهاش روح للدار كم عدد أشواط رياضة كرة السلة؟ الاحتمال الأول أربعة شوطين الاحتمال الثاني أربع أشواط سيبو سيبو كم عدد أشواط رياضة كرة السلة؟ وراي الآن الاحتمال الأول شوطين والاحتمال الثاني أربع أشواط لعبنا باسكت صاحبي هذه صاي نقولها يترفق وش بيكم بصح؟ مازال مي با ما درت كرونو ما يكلف عاودوا نولي خلاص على كرونو خويا طب شفت زعما نقعدوا نكمبروا لا الأربعة واخدة من هيك فيه فخ فخ لا ريبونس هذا السؤال هذا فيه فخ كم عدد أشواط؟ كانت ربعة رياضة كرة السلة هدية كرة السلة هدية فيه شوطين ولا أربع أشواط؟ شوطين امبوسيبل فوتبول شوطين على باليش خويا شوف أنت الهوند بال شوطين هدية شوف أنت أربعة أربعة لا ما كانش أربعة هدية ماشي تشي بونس شوطين لا هذاك هو الحساب خمم مليح رحيم هذه هي راح ما يلعب لك 20 مليون راهي مصيرنا بين يديك واش راك دير
هي ان شاء الله انا ما بوزي صحيحه بربي ان شاء الله صحيحه اكرب ضحكوا تا اكو ضحكوا دا نورمال مو صحيحه نورمال انا قلت اسمع مليح كما على بالك فاش كونفونديت ش انت كونفونديت بين الاشواط ولي كارطون ما قلتش برومي كارطون دوزيام كارطون تروازيام كارطون ولا كاتريام كارطون قلت اشواط هلكتنا بالتسرع على تاعك مامي صحيحه جيت صوتي صحيحه اوي لعب صحيحه صحيحه تحب نعرفك بتعرف لي صحيحه اعطيني شي قبضه دابا اعطيك عيدي غازي هاي مانيش مليح هي نورمال مو صحيحه لا تما ربحتوا ماشي نورمال ولا خسرتوا انا قلت لكم في ثلاثه يعطيكم الصحه الله يحفظك صاحبي يعطيك الصحه يعطيك الصحه عندهم 15 يعطيك الصحه باسكو علاه دي زارتيست باري الله يخليك ويجوا ويلعبوا ويطيحوا ويتمرمدوا ويعاودوا ينوضوا ويطيحوا والناس كامله تشوف فيكم اكثر من ساعه غير برك باش تفرحوا هاد الناس مامي دا ما لحقوش دراهمهم نقول لكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحة باسكو الجاز تاعكم يسوى ماشي مليار يسوى الملايين يلحقوا يلحقوا يعطيكم الساعة بارك الله فيكم ربحنا اليوم 20 مليون سنتيم مع رحيم هشام ونوران حبس أباكي باش نكملوها لافا قولوا على نوران وقولوا عليها عندها صباطك حلو وقولوا عليها باي باي يعطيكم الساعة